ممكن تكلم؟ ما بكلمش حد. ايوه بس ده لو اتجن من العفريت. واعمل حسابك اي تجاوز هسجله في محضر رسمي ويتضاف على فاتوره المتهم. سعادتك يا بتعقد الموقف. مات الكلام يا نبيل. الله يرحمه. هو مين؟ الكلام. خد على الحجز يا قادر بيه. ما ينفعش سيادتك يتحط في عسكري ونفذ الامر. بقول لك مفيش اكل ولا شرب في الحجز ولا تليفونات ولا مقابلات. طمنا ابو العزيز. ايه عرفكم بنبيل بلبل؟ طلعوا لي كل ملوش لازمه بره الاسم. لو سمحتوا يا كابتن. سعادتك للاسف الناس دي معاها حق. ابو العز الضفراوي هياخد افراج بمجرد ما يتعرض على النيابه. لازم ما قدرناش نوصل لطريق المخدرات او الفلوس. بلاش الوقفه دي هنا. حاضر يا باشا. دي لا ينفع فيها علب السجاير ولا خرطوش السجاير. لو عايز تدخل اكل الحجز عليك وعلى حضره الضابط. لو حضره الضابط قال اه يبقى اه. حضره الضابط قال لا بألف هنا وشفا على بدنك يا برنس. الداخليه الحكايه مش مستاهله. ده كله على بعضه ربع كفته اعمى. وانت عارف الكفته لما بتبرد بتدهنن وتجلد وبتتبلعش. ما تتعبش نفسك معايا. عايز تدخل اكل وهي سخنه عليك وعلى حضره الضابط. طب فين مكتب الباشا؟ مكتب الضابط هناك اهو. ماشي. لا بس خليك انت معاها نشوه. ما تسيبيهاش. لا الامور شكلها مطوله هنا لسه قاعد. بس وحيت امه ما هسيبه. مساء الخير يا باشا. شكل سيادتك مشغول يا باشا. السلام عليكم. هكلمك تاني. استنى عندك. تعالى. امرك يا باشا. عايز ايه؟ ولا حاجه سعادتك. يعني طلب تافه كده. بس لقيت سيادتك مشغول فاحترمت نفسي وقلت امشي. ومالك باصص في الارض كده ليه؟ خجل. يعني هيبه سعادتك يا باشا. اللهم صل على النبي. وبعدين العيب ما تعلاش عن الضابط معروفه. ولا عشان اتقابلنا قبل كده وخايف افتكرك يا باشا. مقابله سعادتك شرف يعني. بس انا لا استحق مطلقا. طب يا خفيف طلع لي كل اللي في جيوبك وحطهم هنا على المكتب. انا اتقلب كده عادي في الاسم. سمعتني؟ حاضر يا باشا اهو. حاضر يا باشا. معقولة؟ ورقة بمتين واحدة بس اللي معاك؟ فضل وعدل يا باشا. حد لاقيها اليومين دول؟ طب شوف بقى كده في كعب الجزمة ولا الشراب ولا هيئة الفانيلا. هيئة الفانيلا دي بالذات يا باشا بقى محتاجة حاوي عشان أحط فيها فلوس. هو فيها يا باشا؟ أنا كل اللي أنا عاوزه بس أدخل لأبوها كفتة قبل ما تبرد. آه. حاضر يا باشا. سيجارة؟ ما بدخنش سيادتك. مش علبة سجاير دي ولا انا ناظر ضعيف؟ لا دي امانه يا باشا. امانه زي خجل. امانه وخجل. قلت لي انك عاوز تدخل لابوك الكفته قبل ما تبرد. ده اذا ما كانش ضاق سعادتك. لو الموضوع ده ضاق سعادتك انا ممكن اقنعه يصوم بكره وحتى ياخد ثواب ينفعه في اخرته يا باشا. بطلت تضرب ال 200 جنيه من امتى يا سيد؟ من 10 سنين واكتر سعادتك. سعادتك تعرفني فعلا. سيد ابو دومه شهرتك سيد بشريه. حد ينسى الضابط اللي جابه برضه عرب؟ دقق فيا كويس وما تخافش. نقطه الزاويه الحمراء. افتكرت؟ انا عمال اقول عمال اقول يا باشا من ساعه ما دخلت الوش نادر بيه. فين ايامك يا عفريت؟ انا اسف يا باشا. قصدي يا باشا يعني والله يا باشا كانت غلطه وطيش شباب. ومن ساعه ما خرجت من السجن وانا ماشي جنب الحيط. بص يا سيد. بصيت يا باشا. ايه رايك بدل ما تدخل الاكل ده لابوك انت تاخد الاكل وابوك وتروح بيهم على مصر؟ والله ده يبقى كرم كبير من سعادتك يا باشا. او اشتغاله. ما هو الكلام يعني سيد احنا هنهزر؟ مش معقول سعادتك يعني. ابويا ممسوك في كمين بعربيه مسروقه ورق مضروب وفي بق سجاره حشيش وتقول له هاخده واروح. ده لو بابا نويل مش هيعمل معايا الواجب ده في راس السنه. صح. تقدر تعتبرني بابا نويل. وركز معايا بقى عشان ما عنديش وقت. مركز يا بابا. ميري كريسماس يا سيد. اتغيرت قوي يا باشا عن ايام الزاويه. هابي نيو يير. المطبخ نظيف وصعب نوصل لعملها. انا استخدمت كل خبراتي الامنيه. للاسف ما وصلش لحاجه.
انا كمان ما عرفتش اوصل لحاجه مع الراجل اللي بكلمه في الداخليه عشان ابو العز الضفراوي. طيب تحب ساعتك اكلم الشيخ عابد يروح هو ورجالته يخلصوه؟ لا 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 بلاش الناس دول، استنى ما نشوف ابو اليزيد هيعمل ايه. طيب ما ساعتك يعني تكلم جمال بيه يمكن. بلاش جمال بيه لان ظروفه صعبه قوي اليومين دول. اوامر معاليك. نفس الحجز اللي فيه ابوك ابو العز الضفراوي، وده تاجر كبير قبضنا عليه امبارح في كمين المخدرات، لكن للاسف رجالته قدروا يهربوا بالبضاعه والفلوس وقت مهاجمتنا ليهم. يا ولاد الايه لعيبه. نعم يا اوساخ، قصدي اوساخ. كمل يا باشا. فلو عرفت تتصاحب عليهم وتجيب لي منه اي معلومه عن مكان المخدرات او الفلوس هخليك تاخد ابوك في ايدك وتروح. طب ولو طلع ناصح سعادتك بقى وما عرفتش اطلع منه لا بحق ولا بباطل؟ برضه هقف جنب ابوك وهظبط له المحضر زي ما وعدتك. سيد انا الموضوع ده بالنسبه لي مساله حياه او موت. طب يا باشا ما كنتوا زقيتوا عليه اي حد من المخبرين بتوعكم؟ اهو على الاقل هيبقى عارف يدخله منين. المرشدين محروقين يا سيد. وزهرات ما خلتش يا باشا. لا يا حبيبي، المخبرين بتوعنا ابو العز ورجالته عارفينهم كلهم، انما انت لسه ما حدش جاب خبرك. وحتى لو جابوا خبرك انت راجل سوابق وابوك مقبوض عليه، كانك عملت اي مصيبه ودخلت له جوه، ولما تخش بقى عايزك توجب معاهم وانت وشطارتك. ممكن بقى كوبايتين شاي تاني واربعه كبده بصل بس عشان اوزن المسائل. يا عسكري. عسكري ليه؟ تخشيمه منين يا باشا؟ خلي محضر التزوير والبطاقه دول عندك لحد ما اطلبهم منك، ما تحطهمش مع باقي المحاضر الا لو حصل تفتيش مفاجئ، وساعتها بقدم المحضر رقم وارد. تحت امر سعادتك يا فندم. شكله استخسر ان ابوه ياكل الكفته لوحده. بص يا برنس المخدرات، الضابط اللي فوق زقني عليك عشان تقول لي فين مكان المصلحه والفلوس اللي هربتهم في الكمين. انا بقى خدته على قد عقله وهودته، وجاي اقول لك عشان تاخد بالك. عبيط انا؟ ها عبيط انا عشان اسمع كلام الداخليه؟ طب افرض انك قلت لي فين مكان الحاجه وانا بلغتهم، اقول لك وكمان جيت شهدت ضدك في المحكمه، هتنفعني بقى الداخلية لما رجالتك تضربني بالنار وانا خارج من المحكمة؟ عيب يا باشا. الكفتة جلدت يابا؟ اجيب لك سفن تهدم؟ ممكن بعد ما تقري فنجان سالم بيه تقري لي انا كمان الفنجان. مدام مها ما بتشوفش غير فنجان واحد في اليوم، وبالحجز حسونه. وماله؟ نحجز. النظام حلو. شكل فنجانك يخوف يا سالم بيه. ربنا يستر. ايه الاخبار؟ سالم بيه. ممكن تعفيني؟ ايه الاخبار وحشه قوي كده جدا؟ شايفه هي مهب